السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني وين قلت لكم نقولها ونعاود، ماهيش مليحة في الاتحادية الجزائرية، يعني ما تمشيش، ما كاش كورو بيناتهم. يعني رئيس اتحادية جديد جابوا حطوه، أعضاء كانوا يخدموا مع زاتشي، يعني كل أمور ما تمشيش كما يلزم الحال. حنا نشاهدوا في 2017 زاتشي باش يخدم بدل كلش، بدل العساسة تاع سيدي موسى، بدلهم ما خلاهمش، جاب مجموعة اللي تخدم معاه ويخدموا يخدم معاه بارتياحية كبيرة، رغم ان النقائص وكلش، وخدم معاهم يعني وكمل العهدة تاعو. شو كيفاش بصح شو كيفاش الشريف الدين عمارة وين تلقى صعوبات في البداية تاعو، وما هو الساهل الشريف عمارة يعني ما هو الساهل الشريف عمارة اللي قاضب الشركة تاع مادار، يعني شركة قاضبة بزاف فروع، قاضبة بزاف فروع، وشركة هذه تاع مادار اللي تمول للجزائر احسن من السوناطراك، باش يكون على بالكم، هذه نعطيها لكم باش يكون على بالكم وين يدخلوا اموال اكثر من السوناطراك، هذه باش يكون متنافسه مع السوناطراك، هذه الشركه تاع مادار متنافسه مع السوناطراك، قاضبه لي بور، قاضبه بزاف صوالح باش يكون على بالكم، قاضبه لي شيراتون، لي زوتيل تاع الشيراتون كاع تاوعها، هذه مادار، هذه كاع تاوعها، هي اللي تسيرهم، هي كاع تاوعها، باش يكون باش تكونوا على علم. يعني هو مدير تاع مادار هنا في الجزائر، هو اللي قاضب قاد المشاريع. يعني ممكن نتكلموا في جانب التسيير الناجح، انا ديك خطره ما قري قلت بلي باراه راه كيوالو في البوله، بصح قلت بلي في التسيير لا، تسيير ناجح لو كان يخلوه يخدم هو، ما هو ساهل فاني، هو ما هو ساهل، وراه يمشي وراه عارف شتا كاين. وكما قلت لكم نهار الاول كاين تغييرات، غادي يجيو تغييرات في الاتحاديه الجزائريه، بصح ماشي ذا وقتها، هو ماشي باغي يتوشي، ماشي باغي يخرب، خاطش علاه رانا داخلين في الكاليفيكاسيون كوب دي موند، يعني وكاس افريقيا، ماشي باغي يخرب، كاين بزاف امور اللي ماشي باغي، بصح ستايلا يعرف كيفاش يوخر ناس، وشاف الدين عماره يحل الملف بهلول على لجنة الأخلاقيات، يعني هذا وين بزاف عليه. فإن الأخير أحال ملف عضو المكتب الفيدرالي ونائبه الثاني عمار بهلول على لجنة الأخلاقيات بعد مراسلات التي وصلت الفاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم تطلب استفسار بشأن شكاوي العضو الفيدرالي السابق نور الدين باكيري. هذا الأمر تاع نور الدين باكيري راه في بالك في عام، وهي الامور راهي تمشي بعد تصفيه حسابات، التصفيه تاع ميبراك اللي ربي يرحمه، بعد تصفيه ميبراك جا الضوء على باكيري، يعني وين باكيري ما سمحش وما كيما يقول لك ما ربطش رايه استسلام، وين رفع دعوه يعني قضائية للفيفا. تعقلوا نهار اللي قلت لكم بلي باكيري العام اللي فات حضرتها في نص تاع الشوبيونا، قلت لكم باكيري راه رسل الشكوى تاعو للفيفا، لجنة المنازعات في الفيفا، يعني وراه ردت وين نقولوا بلي وين نقولوا بلي وين عمارة وين أحال ملف عضو المكتب الفيدرالي ونائبه الثاني عمار بهلول للجنة الأخلاقيات بعد مراسلة التي وصلت الفاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم تطلب استفسار بشأن شكوى العضو الفيدرالي السابق نور الدين باكيري بخصوص تجاوزات في تعامل مع باكيري على مستوى الرابطة التبويرة الولائية لكرة القدم، حيث فضل خليفة خير الدين زاتشي عدم التحمل مسؤولية التعسف في استعمال السلطة من طرف بهلول في قضية باكيري، خاصة أن عمار بهلول استغل علاقته يعني مع ناس لممارسة كل
أشكال التعسف ضد نور الدين باكيري وحتى ضد الراحل أحمد ميبراك رئيس الرابطة العنابة الجهوية لكرة القدم، وهي الحجرة التي تسببت في تعرض ميبراك لأزمة قلبية جعلته يفارق الحياة. وحتى وإن كان شرف الدين قد وجد في مراسلة الفيفا فرصة للتخلص من عمار بهلول الذي يسبب له وجع الرأس على الدوام من قياس بمناوراته لزعزعة استقرار الاتحادية منذ أن اقتنع بأنه خسر المزايا التي كان يتمتع بها في وقت مضى، وبأن رشيد أوكلي أخذ مكانه في التقرب من رئيس عمارة فإن مجرد إحالة ملف بهلول على لجنة الأخلاقيات يمكن أن يكون بداية نهاية البهلول الذي استغل السلطة بالتزكية من وراء الستار والحجرة مثل ما حدث مع الراحل أحمد ميبراك لربي يرحمه. يعني تشوف كيفاش وين الفيفا وين راسلت يعني بسبب تعسفات، وين بالك يمكن نقولوا باللي رئيس الاتحادية الشرف الدين عمارة وين استغل هذه الفرصة لإزاحة بهلول يعني من منصبه. وتشوف كيفاش وين الوزارة الشباب والرياضة وين دائما وين هو مازال يشغل مناصب، نقولوا بلي بهلول اللي مازال يشغل مناصب. وما الناس كي تهدر يقول لك يا ودي بهلول ما كاش واحد كيما هو اللي يخدم. ناس كي تهدر تتكلم مع ناس يقول لك والله بهلول ما كاش واحد كيما هو اللي يخدم. بصح تشوف البطوله الناس حبست محرز حبس، وبعد داروا استئناف، وبعد دار شامبيون، وبعد لعبوا، وبعد داروا كوب دوروب لعبوا، محرز دار الخاتم، راح دار البطله تاعو، الناس عاودت ولات ترينات بريباراسيون عاودوا راهم يلعبوا. وحنا البطوله تاعنا مازال ما كملتش. ها المصيبه وين؟ البطوله مازال ما كملتش، راحوا داروا شكون اللي غادي يلعبوا كاس افريقيا، كاس الكاب، كاس العرب، وقيلا ما عرفتش لا. يعني شاهدنا نقولوا بلي مهازل في البطوله تاعنا بزاف امور. وهذا بماذا؟ ناس اللي كانوا قبل وين حطوا الغام، ناس استغلت ظروف تاع زاتشي. يعني زاتشي وين نقولوا باللي رفد الرايه البيضاء والناس استغلت، يعني هو رفد الرايه البيضاء والناس استغلت. على ذيك نقولوا باللي اليوم كي نشوفوا كيما هكا واش راه صاري، واش صرا في البطوله. يعني الشرف الدين عماره راه على بالو عنده ناس اللي غادي يخبروه وماهوش ياكل من وزنه كذلك، وين يعرف يعني الامور مليح. كنت مقصر مع واحد قال لي غلط، قال لي يعرف الامور ويعرف كيفاش تمشي، قال لي اشتهي له ما يضربكش ديريكت، قال لي يعرف كيفاش يتوشيك ويعرف كيفاش يوخرك. دبلوماسي كبير، يعرف دبلوماسي كبير، قال لك على حساب الناس اللي يعرفوا انا ما نعرفوش، حنا نقارعوا جديد من عنده. هو السيد قال لي هذا يعرف متصافي مليح، رئيس اتحاد افريقي قال لي يعرفه مليح، خدم مع الكوميرس مليح في دبي، خدموا خاصة جنوب افريقيا. وحنا نعرفوا جنوب افريقيا مع قضايا الجزائرية والجزائر مع قضايا جنوب افريقيا، هذه هي نعرفه مليح شتا كاين بيناتنا، يعني كاين وحدة كبيرة كاع. على ذيك اليوم نقولوا باللي بهلول يعني انا كنت كيما هو نحط استيقاظ صحيح راح زاتشي ولا لا روحت معاه والله ما نقعد كاع. وين كانوا الناس هذو اعضاء كانوا يديروا في التهديدات للجزائر؟ دير حسابك باللي كان يقول لك السلطه وين راهي السلطه؟ ما راهيش لا هي في كره القدم، ما راهيش لا هي في كره القدم. السلطه لو كان راهي لا هي في كره القدم
واحد المهازل صراو، واحد التصريحات صراو، اقسم بالله العلي العظيم ما يزيدوا الناس تاكل كسره برا في ديارهم، ما ياكلوش كسره في ديارهم، صراو واحد التصريحات واحد المهازل والله ما يزيدوا ياكلوا كسره. هذه هي باش نقولها لكم حنا. المهم ربي يجيب التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري والله يسهل عليهم.